صناعة الفيلم من الفكرة للواقع. تشكل صناعة الأفلام اختباراً للموهبة وروح العمل الجماعي، وتتطلب الكثير من الصبر. القصة برمتها تبدأ من فكرة أصلية لمعت في فكر مخرج أو منتج أو كاتب سيناريو أو شكلت موضوع رواية، وما أن يتم اختيار الحبكة حتى يبدأ العمل على تطوير السيناريو. هنا يأتي دور المخرج الذي يتعين عليه بمساعدة فريقه إدارة صناعة الفيلم بما يتناسب مع الميزانية المحددة. ويؤدي مدير الإنتاج في هذه المرحلة الدور الرئيسي، إذ يتوجب عليه توفير المال عبر اللجوء إلى الاستوديوهات السينمائية الكبرى أو عبر المساعدات العامة وقنوات التلفزيون ورعاة رسميين، من دون أن ننسى مسألة إيجاد الموزعين. وتكمن مهمة مساعد المخرج الأول في وضع برنامج التصوير ومتابعته، وتعد هذه الخطوة رئيسية لتنظيم عمل الممثلين وترتيب تجهيزات وآليات وتأثيرات خاصة وصوت، كما يتعين عليه البحث عن أماكن لتصوير الفيلم. أما المخرج التنفيذي فيتولى أمر تشكيل فريق التصوير، في حين تعطى مهمة اختيار الممثلين والكومبارس إلى مدير مختص. وفي نهاية المطاف يبدأ تصوير الفيلم بإدارة المخرج، وهو الجزء الأكثر تشويقاً، حيث يحتشد نحو 30 شخصاً، من بينهم فريق مهمته التصوير بإدارة مدير التصوير، فريق الصوت، مصمم الديكور، ويتولى فريق موجود على الأرض إدارة كل ما هو لوجستي، بالإضافة إلى التنقلات والتزويد بالطعام والشراب والسكن. وما أن تنتهي مرحلة تصوير المشاهد حتى تبدأ مرحلة ما بعد الإنتاج. بادئ الأمر يتم انتقاء المشاهد المصورة التي سيعمل عليها المنتج أو المؤلف، من ثم تمزج الأصوات وتضاف التأثيرات الصوتية والتعليقات والموسيقى لتوفير الأجواء المناسبة، وصولا إلى إضافة التأثيرات الخاصة بالفيلم. في النهاية تتم معايرة الفيلم بضبط صورته مع جميع عناصره، عندما يتفق المخرج والمنتج والموزعون على النتيجة النهائية، تضع اللمسات الأخيرة ويبصر الفيلم النور.